جديدة من عالم الطاقة نطل فيها على ظاهرة الاحتباس الحراري والدور الذي يلعبه قطاع الطاقة في هذا الإطار. أهلا بكم. التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض أصبحت مشكلة تؤرق ليس فقط علماء المناخ وخبراء البيئة، بل أيضاً قادة الدول ورؤساء الشركات، لما لها من تداعيات كارثية على مستقبل الحياة البشرية. ولأن إنتاج الوقود الأحفوري يساهم بشكل كبير في زيادة الانبعاثات الضارة، وجب على شركات الطاقة لعب دور أكبر في الحد من الأضرار البيئية. هل ستنجح الأمم المتحدة والحكومات والشركات والهيئات البيئية في وضع حد لتفاقم هذه المشكلة؟ يلتقي مفاوضو الأمم المتحدة للمناخ في مدينة بون الألمانية في آخر جولاتهم قبل مؤتمر باريس في محاولة لوضع اللمسات النهائية لتفاصيل اتفاق إذا ما أقر سيعتبر خطوة مهمة في مستقبل التغير المناخي. مسودة اتفاق دسمة يعمل على صياغتها مسؤولون حكوميون وخبراء الطاقة والبيئة خلال اجتماعهم في بون الألمانية بهدف الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. تعهدات تطوعية قدمتها 150 دولة حتى اللحظة للحد من الانبعاثات الضارة تبدأ في تطبيقها بعد عام 2020 إذا ما تم إعلان اتفاق التغير المناخي خلال قمة باريس في ديسمبر المقبل. هناك التزام كامل من جميع الدول للتوصل إلى اتفاق كامل خلال اتفاق باريس. إنهم يدركون أهمية ذلك. قد عملنا في الأمم المتحدة على ذلك الهدف منذ وقت طويل، وقد كان هذا هو التحول في الاقتصاد العالمي. إنه أمر معقد، لذلك يجب إرسال رسالة قوية إلى قطاع تطوير التكنولوجيا وأسواق رأس المال والحكومات والشركات بأننا عند نقطة تحول يجب التعامل معها باهتمام. أبرز تلك التعهدات قضية التمويل التي ركزت على جمع الدول الثرية 100 مليار دولار سنوياً بدءاً من عام 2009 للدول النامية، لكن التقارير أشارت إلى عدم تحقيق ذلك الهدف. منظمات بيئية رأت أن التعهدات الحكومية غير كافية لوقف ارتفاع الحرارة بوقع درجتين مئويتين وتفادي الآثار السلبية له، وتوقعت الدراسة أن تتخلف الولايات المتحدة ودول متقدمة أخرى عن تحمل كامل حصصها العادلة في مكافحة التغير المناخي، ما يؤدي إلى زيادة درجة حرارة الأرض إلى 3 درجات مئوية. الاتحاد الأوروبي قال إن اتفاق التغير المناخي يجب أن يكون ملزماً طوال 100 عام وليس لمدة محدودة فقط، مؤكداً أنه سيضغط من أجل تحقيق ذلك. 40 يوماً تفصلنا عن قمة باريس التي من المقرر أن تكون الأخيرة لقرار حاسم في مستقبل الكرة الأرضية. دعونا نستمع إلى ما يقلق هيئات وخبراء البيئة. تنضم إلينا الآن من هاينان في الصين المديرة العامة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN إنجر أندرسون. السيدة أندرسون، أهلا بك في عالم الطاقة. ماذا تتوقعون من قمة باريس وما أبرز ما يقلقكم؟ ما نتوقعه هو طبعا اتفاق جيد شامل، ومن شأنه أن يضم دولا أخرى إلى النشاطات والتدابير المبذولة من أجل حل هذه المشكلة. إذن تحاول الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات لإيجاد حلول، ونحن نريد التوصل لاتفاق يكون فيه تمويل كافي وأيضا يكون عادل، لأن التمويل وحده لا يكفي. يجب أن يكون هناك عدالة في هذا الاتفاق، ويكون هناك سيناريو فيه فقط ترتفع درجة الحرارة بوقع درجتين لا أكثر. وطبعا علينا أن نستثمر في الطاقة المتجددة، في البناء الأفضل، في المحركات الأكثر فعالية، وإيجاد طرق تسمح لنا بتقليص الانبعاثات وتتلائم مع سيناريو ارتفاع درجات الحرارة بوقع درجتين فقط. طبعا يجب أن يكون هناك استثمارات في الأراضي، وطبعا
عندما نستثمر في الطبيعة هذا يعني أننا نستثمر في الاستدامة، لأننا نستثمر بذلك في الأشخاص والإنتاج وغيرها، وهذا يعني في نهاية المطاف تحقيق الأهداف المرجوة. السيدة أندرسون، ما هي فرص نجاح هذا التوجه وهذه القمة؟ العالم اليوم بعيد عن حتى المبلغ الذي حدد في وقت سابق ليرصد في هذا الإطار، وهو 100 مليار دولار سنويا حتى عام 2020. وكيف تبدو أجواء المباحثات في بون قبيل اجتماع باريس؟ أعتقد أن الكثير من الأشخاص يقومون بأمور جيدة ونشاطات جيدة. إذا كان هناك خطط والكثير من الدول تنضم لها، إذا الخطط تم وضعها خلال الأشهر العشرة الماضية، وهذا أولا. طبعا هذا مهم جدا. أما فيما يتعلق بالتمويل، أعتقد أننا خلال اجتماع أديس أبابا قررنا أنه يجب أن يكون هناك تخصيص أموال بوقع 200 مليون. إذن القطاع الخاص يتحرك، القطاع المجتمع طبعا يتحرك، هناك الكثير من تخصيص الأموال، وهناك استثمار أيضا في الأبنية الذكية، في المدن الذكية، في تعزيز فعالية الطاقة مثلا والمبردات وغيرها. كل ذلك يصب في الأهداف المرجوة. وطبعا ماذا بالنسبة للسيناريو في حال لم نتوصل لاتفاق؟ ما هي السيناريوهات المطروحة في حال الفشل بالتوصل إلى اتفاق؟ طبعا سوف يكون هناك المزيد من الكوارث البيئية. 5% من الكوارث البيئية تسببها التغيرات المناخية، بالتالي ليس هناك أي بديل عن التوجه نحو اتفاق. فطبعا كل الأعاصير التي نشهدها وموجات الجفاف وغيرها من الكوارث الطبيعية سوف تزداد، ولكنني متفائلة من أن المتجهين إلى باريس الأعضاء المعنيين سوف يعملون على التوصل لاتفاق. المديرة العامة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN السيدة إنجر أندرسون، شكرا جزيلا لك. طبعا نتحدث اليوم عن التغير المناخي وتحديات الطاقة، وكنا قد أجرينا استطلاعا للرأي على موقعنا وسألنا عن مدى نجاح جهود التوعية الدولية في الحد من ظاهرة التغير المناخي. أكثر من 57% من المشاركين قللوا من قدرة جهود التوعية في الحد من هذه الظاهرة. يمكنكم المشاركة في هذا الاستطلاع على مدار الحلقة على skynewsarabia.com. الآن ننتقل إلى القاهرة إلى مصر ونتحدث بالتفصيل أكثر عن التغير المناخي وتحديات الطاقة، حيث ينضم إلينا من هناك أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب الدكتور مجدي علام. دكتور علام، أهلا بك في عالم الطاقة. بداية، هل أنت من المتفائلين بما ستفضي إليه الجهود الدولية بالنسبة للحد من ظاهرة التغير المناخي؟ والحقيقة طبعا يعني العالم يتذكر أنه رحلة الدول العظمى والنامية مع محاولات ضبط تغير المناخ بدأت في دنهاغ في مؤتمر لاهاي، كان في الثمانينات، وكان أول إنذار رسمي حضره 28 ملك ورئيس يوجه إنذار بأن الكرة الأرضية ومناخها معرض للخطر. من الثمانينات وإحنا حاليا داخلين على 2016 جرت عدة محاولات لضبط المؤثرات على تغير المناخ. تغير المناخ عندنا ليه جانبين، جانب الانبعاثات التي تؤثر في تغير المناخ، والمسؤول الأول عنها هي الدول الصناعية الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 28%، الاتحاد الأوروبي بعدها، روسيا، الصين، الهند، ثم دول العشرين جنوب أفريقيا والبرازيل وغيرها. هؤلاء هم المسؤولون عن ما حدث في زيادة انبعاثات الكربون
وغيره من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري اللي احنا بنقول عليهم الغازات الستة اللي بيعملوا ظاهرة الصوبة الزجاجية أو ظاهرة الاحترار اللي بتسود العالم أو الدفء العالمي. دي هي اللي بيذوب بسببها الجليد وبيرتفع بسببها سطح مياه سطح البحر وبتؤثر على كل شيء. دكتور علام لو سمحت لي، نعم أنا أود أن أسمع منك ما أبرز ما تحمله معها الدول العربية إلى مؤتمر باريس في هذا الشأن. هو في خلاف بقاله أكثر من 15 سنة بين كل الدول النامية بما فيها الدول العربية والأفريقية والدول الصناعية المتقدمة، إن إحنا بنقول في مبدأ المسؤولية المشتركة. نعم مسؤولية مشتركة، الدول الصناعية مسؤولة وإحنا مسؤولين معها، بس هذا المبدأ اسمه مبدأ المسؤولية المشتركة، إحنا بنضيف عليه والأدوار المختلفة، كل واحد ليه دور. إحنا كدول نامية بنتمنى إن إحنا نعمل مشروعات تكيف مع تغير المناخ. قطاع الزراعة عندنا هيتأثر، عايزين نعمل زراعة عضوية. قطاع الصناعة هيتأثر، عايزين تكنولوجيا طاقة جديدة. قطاع النقل هيتأثر، عايزين تكنولوجيا جديدة. هنا التكنولوجيا ثمنها غالي جدا وباهظ جدا. من تسبب في ظاهرة تغير المناخ عليه أن يشارك بدوره في التمويل لهذا الثمن الباهظ الذي لن نستطيع أن ندفعه كدول نامية. ده الخلاف الرئيسي. الخلاف الثاني هم يتمسكوا بما يطلق عليه الميتيجيشن، التخفيف للغازات. طب انت اللي عندك غازات اكتر، ده العالم العربي على بعضه مش جايب 4% من اجمالي الانبعاثات. بتطالبنا انا بالتخفيف وانا لسه التنميه عندي قليله، وما بتطالبش الدول الكبرى اللي التنميه عدتها وعندها رفاهيه بالتخفيف. لا انت خفف الاول واديني فتره زمنيه 50 سنه اوصل للتنميه لنص التنميه بتاعتك، وبعدين طالبني بالتخفيف والتوقف عن استخدام البترول والفحم والى غيره من الوقود الاحفوري. الخلاف الثالث وهو الشهير، من يدفع الثمن؟ احنا اتفقنا في مجال البيئه على ما يطلق عليه 3B بوليوتر باي برنسبل، من الملوث يدفع الثمن. قالوا نعمل صندوق جرين فاند، صندوق اخضر في كوريا الجنوبيه، وقالوا هنحط فيه مليارات الدولارات. يا دوبك السنة اللي فاتت جمعوا مليار دولار ولم يتم صرف منه مليم واحد. سمعنا على 100 مليار دولار ما شفناش منها حاجة. تيجي تشتري الطاقة الشمسية في أي دولة عربية تشتريها بأغلى تمن، تيجي تشتري طاقة جديدة تشتريها بأغلى تمن. إذا لما كانتش الشركات الصناعية تلزمها حكومتها في أوروبا أو تدفع لها الفارق المالي وتدينا التكنولوجيا الجديدة التي لا تؤثر على تغير المناخ مدعومة الثمن، لا يمكن هنقدر نلتزم بالتخفيف. لكن كمان احنا بنطالبهم بدفع التعويض ما أصابنا من ضرر. عندنا 20% من دلتا، من أراضي الدلتا نهر النيل ستتأثر بارتفاع سطح مياه البحر المتوسط. مين هيدفع لنا تمن نقل الناس وتمن نقل الأراضي الزراعية، ومين هيدفع تمن نظام الري الجديد؟ ماذا يمكن أن تفعل؟ نعم الرئيسية. دكتور علا، ماذا يمكن أن تفعل الدول النامية والدول الأفريقية اليوم لديها طبعا تحفظات على مسودة بون والمباحثات قبل قمة باريس؟ ماذا يمكن أن تفعل ليكون هذا الاتفاق عندما يقر أكثر عدلا لها؟ هو في مشكلة أن احنا موقفنا السياسي كدول عربية ضمن ما يطلق عليه مجموعة 77 أو الدول النامية في الأمم المتحدة، وهذه المجموعة تأثرت مواقفها بسبب النمو الزائد اللي حصل في الصين والهند ودول البريكس، وبالتالي احنا موقفنا يعني دايما بيدفع ثمن الموقف المتشدد مع الصين، واحنا أصلا ما عملناش ربع اللي عملته الصين من نمو. فاحنا عايزين نقول ان افريقيا واسيا والدول النامية التي لم تبلغ حد النمو اللي بيعدي 7 و8% لازم يبقى ليها موقف سياسي واحد في مطالب ثلاثة لا رابع لها. المطلب الاول دفع الضرر الذي حدث للدول الافريقية والاسيوية النامية على مستوى الامن الغذائي والفقر والكوارث البيئية التي حدثت فيها، واخرها سيول جدة او الاعصار البني، او اخرها الطوفان السيول الشديد اللي حصل في جمهورية مصر العربية وقلة سقوط الامطار على حوض نهر النيل. هذه السيناريوهات ندفع ثمنها من الامن الغذائي. عندي فجوة غذائية لازم يشاركونا في دفع التعويض فيها. عندنا فجوة في استيراد التكنولوجيا مناسبة لازم يشاركونا في دفع التعويض فيها. عندنا مدى زمني لا نستطيع التنازل عنه، ما يقدرش يقول لي 10 سنين ولا 5 سنين عشان أعمل له التخفيف اللي هو عايزه.
أنا مش محتاج أقل من 50 سنة عشان أقدر أوصل لغاية الصين أو أصل لغاية الهند في النمو بتاعها، أخد مدى زمني أكتر. ما عنديش إلزام، لا نستطيع إلزام نفسنا برقم محدد من الانبعاثات. إحنا في مصر حوالي مثلا 275 مليون طن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، النمو عندنا ما طلعش 3-4%. هلتزم أنا إزاي بأن أنا أحدد وأخفف انبعاثاتي وأنا أصلا ما وصلش العشر النمو اللي هو عندي؟ شكرا لك أمين عام اتحاد خبراء البيئة العربي الدكتور مجدي علام. بعد الفاصل نتحدث أكثر عن توجهات الدول للحد من تغير المناخ ونركز على جهود الخليج وقطاع الطاقة. تعهد الرؤساء التنفيذيون لعشر من أكبر شركات النفط والغاز الطبيعي في العالم بدعم أي اتفاق فعال يقره مؤتمر باريس المزمع عقده الشهر المقبل، وذلك لمكافحة الاحتباس الحراري. وعرضت الشركات المساعدة في خفض الانبعاثات الناجمة عن عمليات التنقيب من حقول النفط والغاز، ودعت إلى استبدال الفحم بالغاز الطبيعي في توليد الطاقة. وتشكل الشركات العشرة مجتمعة قرابة خمس الانتاج العالمي من النفط والغاز، وهي أرامكو السعودية وبي جي جروب وبي بي وإيني وبيمكس وريلاينس وريبسول وشيل وستات أويل وتوتال. اتفقت شركات الطاقة على هدف الوصول بدرجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين. نشعر بالحاجة الملحة للمضي في الطريق الذي يؤدي إلى تقليل الانبعاثات الضارة في قطاع الطاقة. يجب وضع حد للتغير المناخي. جميع شركات الطاقة لديها قدرة بشرية وتقنيات ووفرة مالية يمكن أن تكون جزءا من حل الاحتباس الحراري إذا كانت جادة في ذلك. إذا لم نتحرك في ذلك الاتجاه فلن يحدث شيء، لذا من الأفضل أن نأخذ المبادرة. ينضم إلي الآن من أبو ظبي مدير إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية الإماراتية والمندوب الدائم للإمارات في أيرينا الدكتور ثاني زيودي. دكتور زيودي أهلا بك في عالم الطاقة. طبعا قبل أن أسمع رأيك فيما تعهدت به شركات الطاقة الكبرى في العالم، أود أن نبدأ بما تذهب به دول الخليج وبالتحديد الإمارات إلى قمة المناخ وما يتصدر الأجندة الإماراتية والخليجية. بداية أشكركم أخت ملاك على استضافتكم، الشرف وجود هنا خاصة في هذه السنة. مثل ما نعرف الجميع العام 2015 عام حافل بالتنمية المستدامة والتغير المناخ. قبل عدة أسابيع اعتمدت الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، وينتظر العالم أجمع لديسمبر 2015 إن شاء الله في باريس لاتفاقية جديدة لمواصلة الكيوتو بروتوكول أو للحد من تداعيات التغير المناخي. إحنا هنا في دولة الإمارات بشكل خاص ودول الخليج بشكل عام ننظر للاتفاقية في لهذا العام أو في اتفاقية باريس في نظرة إيجابية بحكم أنها بتساعدنا في تعزيز التنوع الاقتصادي اللي فعلا دولنا وقيادتنا قاعدين يشجعون، وبنفس الوقت بدأنا خطوات كبيرة في هذا المجال. الخطوات كبيرة، مشاركاتنا خلال العام هذا في معظم الاجتماعات التحضيرية الوزارية رفيعة المستوى، استضاف دولة الإمارات قبل عدة أسابيع اجتماع تحضيري لتشجيع القطاع الخاص للعمل مع القطاع الحكومي في العمل للصد وتقليل تداعيات التغير المناخي. في تنسيق كبير بيننا بين دول الخليج مع بعض، ان شاء الله بيكون قريب دول الخليج كلها بتقدم مساهمات الطبيعيه الوطنيه المحدده مثل أسوة في الدول الثانيه. لليوم تقريبا 153 دوله قدمت، البارح سلطنه عمان قدمت من دول الخليج، ان شاء الله دوله الامارات قريبا خلال اليومين الجايين تقدم، ونفس الوقت السعوديه والدول الخليج الثانيه بتقدم. وهذا دليل على فعلا التزام دول الخليج في المحافظه على بيئتنا، لعب دور عالمي في هذا المجال الحيوي، وبنفس الوقت ارسال رساله للجميع ان دول الخليج والدول البتروليه في هذه المنطقه فعلا من الدول الرائده في هذا المجال. قطعنا شوط كبير تاريخيا، وهذا اللي ياسين برزه في المساهمات المقوم فيها ان شاء الله. طيب، شركات النفط العالميه ايضا تقول اليوم انها تتعهد بالمساعده في هذا الاطار. يعني دائما في اذهاننا ترتبط شركات النفط بالتلوث وبانها تفاقم من ظاهره التغير المناخي.
هل يمكن أن نقتنع اليوم بهذا التعهد ومدى سهولة تطبيقه واستدامته؟ في المنظور الخاطئ للشركات البترولية، بس خل أقول نقطة وأرجع للشركات البترولية. فضل. المميز هذا العام في باريس التواجد القطاع الخاص بقوة في عملية في العمل مع الحكومي أو مع الحكومات، وهو هذا اللي كان ناقص العمل خلال 20 سنة الماضية. المميز الحين أن الجميع يريد يشتغل مع بعض، وهو اللي شفناه فعلا التجاوب الكبير بين الحكومات وين القطاع الخاص اللي عمل مع بعض، وهو هذا المفروض يصير من 20 سنة قبل. احنا بدولة الإمارات بدينا في هذا من زمان، القطاع الخاص يشتغل معنا خطوة خطوة على أساس يحقق فعلا اللي نريده. نتكلم على الشركات البترولية، الشركات البترولية أو أكبر شركات البترولية اللي هي اللي قامت بالتعهد. الشركات البترولية بشكل عام على مستوى العالم يقومون دور كبير في خفض الانبعاثات باستعمال أهم التقنيات والتكنولوجيا، بالمحاولة قد ما يقدرون بتقليل من حرق الغاز اللي كان في قبل 30 سنة أن يحرقونه. خلينا نتكلم بشكل أو سلط الضوء على شركتنا، الشركة الوطنية للبترولية هنا في دولة الإمارات أدنوك. نعم. إحنا نفتخر تقريبا من السبعينات الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان الله يرحمه أجبر شركات البترول وأدنوك بشكل خاص أن تقلل من حرق الغاز، إيمانا منا بأهمية المحافظة على البيئة ومحافظة على مواردنا للأجيال المستقبلية. وهو هذا نفس الدور اللي يقوم فيه الشركات البترولية الدولية، وتعهدهم هذا مواصلة لنفس المسيرة اللي هم شغالين فيها من السنوات الماضية. دكتور ثاني، تراجع أسعار النفط وهذه الأسعار المتدنية للخام كيف تؤثر على التوجه نحو هذه التقنيات الأكثر صداقة للبيئة، وأين تقف أيضا مشروعات الطاقة النظيفة في هذا الإطار؟ انخفاض أسعار البترول بالعكس يشجع إلى التنويع الاقتصادي. أن الرسالة للجميع يجب أن لا يعتمد على مصدر البترول كمصدر خاص للاقتصاد، الجميع لازم ينوع، الجميع لازم يستغل جميع التقنيات المتواجدة ويطور فيها بحيث أن يقلل الأسعار وبنفس الوقت يستفيد من المحافظة على مواردنا. الطاقة النظيفة طبعا تلعب دور كبير. خلنا نفصل شوي بين أسعار البترولية وتأثيرها الطاقة المتجددة. الطاقة المتجددة يعني متخصصة أكثر شيء في إنتاج الكهرباء، واللي هي مش كثير متأثرة بأسعار النفط العالمي، وهذا هي اللي ساعد في تسريع عجلة انتشار التقنيات الطاقة النظيفة والتوسع في استعمالها واستهلاكها على مستوى العالم. الجميع العالم ينظر إلى الطاقة النظيفة كأحد أهم الحلول للتقليل من تداعيات تصدي تغير المناخ، وهذا المنعول عليه إحنا في دولة الإمارات وعن طريق شركاتنا، شركة مصدر، وبنفس الوقت مزرعة أو محطة مشروع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وتجاربنا اللي بنعرضها إن شاء الله في باريس. وبنفس الوقت نشجع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أيرينا في العمل بامتلاك هذا الملف بقوة، بحيث أنه فعلا تسرع من وتيرة انتشار التقنيات الطاقة النظيفة، تسرع من انتشار المشاريع على مستوى العالم، لأن هذه أحد الحلول السهلة والسريعة اللي بتعمل فارق في المجال إن شاء الله. شكرا لك مدير إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية الإماراتية والمندوب الدائم للإمارات في أيرينا ثاني زيودي. شكرا. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نلتقي الأسبوع المقبل مع قضية جديدة من عالم الطاقة. إلى اللقاء.